مسلسل سر، مسلسل 60 حلقة، مسلسل سوسبنس اجتماعي في اكشن. مسلسل بالنسبة لي طبعا تجربة مهمة جدا، انا بشتغل مع ناس انا بحبهم جدا وبحترمهم جدا، الاستاذ محمد حمدي، استاذ حسام موسى النجم الكبير السوبر ستار، استاذ حسين فهمي نجم الجميل، نضال الشافعي، مايا نصري، مجموعة طبعا من نجوم مهمة جدا، والشغل معاهم بيسعدني جدا وبيفيدني جدا تكنيكيا ونفسيا وعمليا. بحب اكون في مسلسلات سخنة فيها اكشن، فيها نواحي ولمسات انسانية، فده بحس ان انا سعيد وانا بشتغل في العمل المكتوب بالشكل ده وبتنفذ بالطريقة. انا بقدم شخصية ضابط، بس التناول لشخصية الضابط هنا هي مش بحكم عمله، هي من منظور العائلة بتاعته. يعني احنا بنشوف حازم الضابط اللي هو عنده في قصص وصراعات بتحصل داخل الأسرة، الأسرة الكبيرة بتاعت عائلة حازم القاضي اللي أنا بمثلها. فأنا مش واخد نفس التناول اللي عملته يمكن في شخصية ضابط قدمتها قبل كده في أعمال تانية، وده اللي خلاني أحس إن أنا أوكي ممكن أتناول الضابط التاني طالما هنتناوله من منظور